يا كريم. نروح لجريدة الجمهورية مع مراسلتنا العزيزة برضو روزان نصر عشان نتابع آخر الأخبار الرياضية. وأكيد هسألك يا روزان ومع ضيفك طبعا الأستاذ حسام الغرباوي ناقد الرياضي والكاتب بجريدة الجمهورية، لو تقولوا لنا على ماتش النهاردة. النهاردة في ماتش قوي قوي جدا، نتكلم عن فريقين كبار جدا، نتكلم عن إيطاليا وأسبانيا، وفي نفس الوقت في منافسة شرسة جدا يا روزان برضو حسب معلوماتي على لقب هداف اليورو. فالمنافسة دي عايزين نعرف إيه الجديد فيها، وعايزين نعرف برضو معلومات أكتر عن الماتش النهاردة. اتفضلي يا روزان. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل يا نهاوند الأخبار دي كلها معانا النهاردة، يوم جديد، فقرة صحفية جديدة. هنبدأ بالعناوين من جريدة الجمهورية: باكيتا يعبر بالبرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا على حساب بيرو. من جريدة الشروق: حلم إيطاليا يصطدم بطموح إسبانيا في ويمبلي. من موقع اليوم السابع يورو 2020: ثلاث نجوم ينافسون رونالدو على لقب الهداف. وأخيرا من جريدة الشرق الأوسط: أنس جابر أول عربية تصل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس. طبعا هيكلمنا أكتر في تفاصيل كل الأخبار دي معانا الناقد الرياضي في جريدة الجمهورية الأستاذ حسام الغرباوي. في البداية برحب بيك على شاشة قناة الأهلي، عايز أعرف تتوقع مين هيقابل البرازيل في النهائي إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه قبل ما اخش على الخبر ده او نعلق عليه، اتمنى للاهلي طبعا ان هو يفوز في مباراتين القادمتين في الدوري امام المقاولين والمقاصه عشان يبقى دافع قوي في المباراه النهائيه في البطوله الافريقيه، وان شاء الله يتوج بها باذن الله. طبعا احنا نتمنى، ان انا شخصيا اتمنى ان الارجنتين اللي هي تفوز وتقابل البرازيل، لان طبعا هو بتبقى من اقوى واجمل المباريات، بيبقى لقاء سحاب ما بين المدرستين الكبار في عالم الرياضه. وطبعا الارجنتين طبعا هي الاقوى طبعا من كولومبيا، لان طبعا قدرت ان هي في خلال المشوار البطوله ان هي 18 مباراه دون هزيمه، يعني منهم 11 فوز وسبعه تعادل، وطبعا بيقودها ميسي طبعا من اكبر واقوى اللاعبين على مستوى العالم. وفي البطوله دي قدر ان هو يحقق اربع اهداف، منهم هدف طبعا كان بنالتي، وطبعا دي شيء طبيعي ان هي تدي ميزه اكبر للارجنتين على كولومبيا، وخاصه طبعا الارجنتين بتحتل المرتبه الاولى في المجموعه الاولى ب 10 نقاط، وانما طبعا كولومبيا بنلاقيها اللي هي في المرتبه الثالثه، فطبعا في اكيد طبعا في فرق خبرات وقوه، وده اللي هيديها الدافع القوي ان شاء الله طبعا تقابل البرازيل بعد ما لوكاس باكيتا اللي هو قدر ان هو بهدف ان هو ان شاء الله يوصل للنهائي. ونتمنى طبعا ان احنا نشوف نهائي ممتع وقوي زي ما البطوله بدات بقوه، ان شاء الله تختتم بقوه، والفريق اللي هو هيقدر يفرض سيطرته هو اللي هيفوز بالبطوله ان شاء الله. النهارده في طبعا منافسه قويه جدا ما بين ايطاليا واسبانيا، شايف شكل المباراه ازاي؟ ودي يعني كلمنا اكتر عن تفاصيل المباراه، شايفها هتكون عامله ازاي؟ طبعا هتبقى مباراه ناريه جدا، يعني خاصة الإيطاليين من الفرق القوية جدا، وما بتنساش طرح يعني خاصة أمام الإسبان. طبعا هي عايزة تحقق أو تعوض الخسائر اللي هي أمام الإسبان، هم طبعا قابلوا إسبانيا أكتر مرة، يعني ما يقرب من ثلاث مرات، منها مثلا من 2000، يعني مثلا 2012 في خدت إسبانيا البطولة على حساب الإيطاليين، وكذلك في 2013 كان في نصف نهائي، ده غير طبعا في 2017 كان في دور المجموعات بكاس العالم اقصت اسبانيا الايطاليين من كاس العالم اللي هو كان 18، وطبعا ده بيدي حافز قوي للايطاليين ان هو في يدخلوا مباراه قويه امام الاسبان، وان كانت طبعا هتبقى المواجهه صعبه، واحنا بنتوقع ان شاء الله طبعا مباراه يعني برضو بنفس القوه. وانا بصراحه البطوله كل الناس بتشهد بقوتها وتوازن الفرق واللعب الجماعي اللي احنا شفناه، فطبعا ان شاء الله هتبقى مباراة نارية جدا، وهتحسم لصاحب الخبرة اللي هيقدر يقرا الملعب كويس، يبقى مذاكر المنافس الخصم اللي قصاده كويس جدا. وطبعا نتمنى مباراة قوية جدا، وان كان كتير ناس بتميل طبعا للاسبان ان هم يفوزوا، ولكن الايطاليين هيبقى غريم صعب جدا امام الاسبان. شايف مين ممكن يقدر طبعا يتخطى رونالدو في الوصول للقب الهداف؟
طبعا رونالدو من اللاعبين المحبوبين واحد الايقونات الكرويه اللي الناس كلها بتحبها، لان هو طبعا لاعب كبير وبيقدر يغير مجريات المباريات في كثير من اللقاءات. هو طبعا ليه 4 اهداف، وان كان طبعا في كتير بينافسوه زي هاري كين، رحيم، كاسبر، كل واحد واخد ليه 3 اهداف. وان كان طبعا احنا عندنا الالماني باتريك تشيك ليه 5 اهداف طبعا بينافس، ودي طبعا هتبقى هو صعب انه يتنازل عن العرش يعني بسهوله جدا، لان هو اغلب المباريات تملي بيجيب اهداف، هتبقى المنافسه قويه جدا. وكانت المنافسه هتبقى صعبه لو ما كانش بعض الدول زي فرنسا مثلا، كان كريم بنزيما ليه 5 اهداف، عندنا لوكاكو نفس القصه، ايميل، انما طبعا فرنسا وسويسرا وبلجيكا خرجوا من البطوله. طبعا ده سهل شويه على يعني قلل حده المنافسه على رونالدو. وان شاء الله باذن الله هو ده هي دي كره القدم، وهي دي المنافسه اللي احنا عايزين تبقى عندنا كمان في الدوريات المحليه بتاعتنا، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. معانا كمان خبر اخير عن وصول اول عربيه لبطوله ويمبلدون للتنس، عايز اعرف رايك يعني بالتفصيل على الخبر ده تحديدا. والله طبعا ده شيء مفرح جدا، لان احنا طبعا لعبه التنس كانت من احدى اللعبات القويه جدا على مستوى العالم، اللي كان صعب قوي اي عربي يقرب من الدوريات او البطولات الكبيره اللي زي دي. فطبعا احنا عندنا طبعا ميار شريف محقق بطولات كبيره جدا، وتاهلها للاولمبياد القادمه عن جداره واستحقاق طبعا، اضافه الى انس، دي اضافت قوه للاعبين العرب، وده بيدل على التطور التدريبي. يعني احنا بنلاقي مثلا انس قدرت ان هي تتفوق على 3 لاعبات ليهم ثقة العالمي وليهم أرقام قياسية كبيرة، هي كده بتتساوى مع كابتن إسماعيل شافعي رئيس الاتحاد الحالي في المرتبة ال 34 على العالم. فطبعا هي أبهرت العالم وإدت طبعا قوة للعرب والمنافسين اللاعبين العرب، وإحنا إن شاء الله بنتمنى لها كل توفيق، لأن ده هيدي دفعة للأجيال القادمة في نفس البطولات والألعاب. إن شاء الله إن يكون خلاص إحنا ما بقاش فيه ليفل معين احنا بنقف عنده بنتراجع، لا احنا خلاص طموحنا بقى متساوي مع اكبر الدول في اللعبات، ونتمنى لها في لعبة التنس، وان شاء الله نتمنى لها التوفيق في المراحل الجاية ان شاء الله. مشكورة جدا الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي هنا بجريدة الجمهورية. مشاهدينا دي كانت الاخبار هنا والتفاصيل من موقع جريدة الجمهورية، بشكركم جدا وعودة ليكم الاستوديو مرة ثانية.